تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطؤاً في النمو في العام 2023، حيث تراجعت توقعات النمو إجمالي الناتج المحلي إلى 2%، وذلك بسبب تخفيضات في إنتاج النفط وتأثير التشدد في السياسات النقدية. أما في العام 2024 نتوقع تحسناً في مستويات النمو إلى 3.4% مع انحسار العوامل التي أثرت سلباً على النمو خلال العام الحالي. في المقابل لا تزال المنطقة تشهد تحديات في بناء مستقبل اقتصادي زاهر، فعلى المدى المتوسط يتوقع أن تشهد المنطقة معدلات نمو أقل زخماً أو غير كافية لتوفير فرص عمل لحوالي 100 مليون شاب وشابة من المتوقع أن يدخلوا سوق العمل خلال السنوات العشر القادمة. على صعيد إيجابي تشهد معدلات التضخم تراجعاً، لكنه لم يبلغ بعد الهدف المرجو، حيث ما زالت نسب التضخم مرتفعة نسبياً في بعض اقتصادات المنطقة، ويعود ذلك لارتفاع أسعار الغذاء والذي يشكل مصدر قلق نظراً لتأثيره على الفئات الأكثر ضعفاً. من ناحية أخرى تعاني اقتصادات المنطقة من حالة عدم اليقين السائدة عالمياً، وفي حين تراجعت نسبة المخاطر بالمقارنة مع أبريل الماضي لا تزال تلك المؤثرة على أفاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تميل إلى السلبية. على صعيد آخر تتصاعد المخاطر المتأتية من التغيير المناخي حسب ما تشير الكوارث الطبيعية الأخيرة التي عصفت في المنطقة وخاصة في ليبيا. وفي ظل الحيز المحدود في وضع السياسات في العديد من البلدان عقب الصدمات الأخيرة، يجد صناع القرار أنفسهم أمام موقف معقد. ففي حين يجب أن يظل استقرار الأسعار واستدامة القدرة على تحمل الديون ركيزة السياسات النقدية والمالية، يبقى المضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية على نفس القدر من الأهمية. ومن شأن الإصلاحات الهيكلية لاسيما تلك الهادفة إلى تعزيز الحوكمة أن تساعد على تحسين بيئة الاستثمار لتوفير فرص العمل للجميع وتحقيق النمو المستدام. ومع عودة الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى العالم العربي للمرة الأولى منذ عقدين، يبدو أن الوقت قد حان لإعادة النظر في النموذج التنموي للمنطقة، حيث يتطلب تعزيز النمو الاحتوائي تنفيذ إصلاحات عميقة لسد الفجوة بين نموذج النمو المتأتي من الماضي وطموحات المستقبل.